على 100 دينار قسط تأمين تاخذوا شركة تأمين تدفع توصل حتى تدفع 300 دينار و 400 دينار تعويضات. معناها متضرره هي في الحكايه في متضرره في قسط تأمين المسؤولين المدنيين. هذا ما وقعش الترفيع فيه. هذا طلبنا عديد المرات من سلطة الإشراف الهيئة العامة للتأمين والوزارة المالية باش يقع الترفيع، لكن ما فماش استجابة. قالوا لنا معناها من المستحسن نعملوا دراسة في تحرير التعريف هذا، يعني تولي ما عادش أدمينستري، ما عادش تحددها السلطة، فتولي خاضعة لقانون السوق العرض والطلب. قدمنا احنا الدراسة هذه ونستناو في الإجابة نتاع سلطة الإشراف، والتحرير راهو مش بالضرورة يعني الترفيع. التحرير تعديل لا ينجم، معناها ينجم حتى يكون التخفيض، سائق ملتزم ما يعملش حوادث منتبه، فبالتالي قسط تأمين المسؤولين تاعو مش كيما سائق متهور ويعمل 3-4 حوادث في السنة. يعني هذا هو السؤال، هذا هو السؤال سي حاتم، اللي هو كيفاش باش يكون تأثيره المباشر على الحريف. هذا هو مهم توا فيما يخص المؤسسة. المؤسسة وشركات التأمين عندها الحق انها تراجع تعريفاتها، باعتبار انت اعطيتنا مثال اللي هي متضررة خاصة في الصنف هذايا وهذا من حقها. لكن بالنسبة فيما يخص الحريف اليوم، خاصة ان العلاقة سي حاتم بين المواطنين التوانسة وشركات التأمين فيها يعني تزعزعت نوع من الثقة في السنوات الأخيرة. كيفاش أنتم اليوم كشركة تأمين بتحب توفروا الثقافة التأمينية هذه وترجعوا ثقة المواطن التونسي يعني حتى ما يكونش يعني حتى تقطعوا مع عزوفهم للتوجه إلى شركات التأمين اليوم؟ في القسط هذه ما دام فماش عزوف فما إلزام، يعني كل مواطن حب أم كريها يلزمه يعمل تأمين مسؤولية مدنية تاعه في الجانب الأول. هذا في القسط هذه احنا نحكي بصفة عامة. أي سي حاتم بصفة عامة لا خلينا نكمل لك جزء في الفكرة هذه فنيا باش نحب نفسر خاطر معلومة مهمة. القسط الثاني ولا الجزء الثاني تاع تأمين مسؤولية هو الضمانات الاختيارية كيما الحريق وكيما السرقة كيما التأمين المساعدة هذه كلاسيستونس كيما معناها الأضرار اللي تصيب السائق، خاطر هو السائق مش مأمن بموجب معناها هي تأمين المسؤولية يأمن الغير، دونك يضمن التعويض للغير ما يضمنش تأمين الراح. هذوما كانوا قبل خاضعين لاتفاقية قطاعية بين شركة تأمين وتحت مراقبة سلطة الإشراف. توا ولاو متحرر معناها قسط التأمين ولا حر، دونك شركة التأمين تقدر قسط التأمين على حسب النتائج الفنية نتاع الحريف نتاعها ونتاع المحفظة نتاع التأمين اللي عندها. وهذا يا مدام راهو في مصلحة المواطن، يعني أنا ما نجمش نقبل كونه مواطن مستقيم ملتزم ما يعملش حوادث يخلص على مواطن متهور.